بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 52 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد عبد الرازق أحمد مصري، يقول: إنني متزوج، وفي مرة من المرات تشاجرت مع زوجتي في مصر، وقد حلفت عليها يمين الطلاق ألا تذهب إلى بيت أبيها إلا في حالة وجودي معها فقط، يعني ألا تذهب بمفردها أو حتى في غيابي. وبعد ذلك علمت من والدي بعد أن سافرت إلى المملكة أنها ذهبت إلى بيت أبيها بدون علمي. ولكن لكي أتأكد من ذلك اتصلت بها تلفونيا في مصر، وعلمت منها أنها ذهبت إلى بيت أبيها وذلك بحضور عرس أختها، ولكن قالت لي إنها ذهبت إلى بيت أبيها فقط ولكن لم تدخل البيت وجلست خارج البيت. والآن ما موقفي من زوجتي؟ هل هي الآن تعتبر محرمة علي أم يجب علي كفارة اليمين؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فإنه لا ينبغي للزوج أن يتخذ الطلاق سلاحا له على زوجته، وأن يكون الطلاق دائما على لسانه لما في ذلك من الضرر والخطر عليه وعلى زوجته. فإن الطلاق كلمة خطيرة إذا استعملت في غير محلها، وإذا أراد أن يحلف يحلف بالله سبحانه وتعالى، إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. أما ما ذكره السائل من أنه قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، فهذا فيه تفصيل. إذا كان نوى وقوع الطلاق وعلقه على ذهابها إلى بيت أبيها وحصل الذهاب الممنوع، فإنها يقع عليها الطلاق، لأنه طلاق معلق على شرط، وقد حصل هذا الشرط فيحصل المشروط وهو الطلاق، لكنه يكون طلقة واحدة. إذا لم يسبقها طلقتان فإن له الرجوع، يعني يسترجع زوجته ويراجعها ما دامت في العدة، ويفوت عليه طلقة تبقى له طلقتان. أما إن كان سبقه طلقتان فإنها تستنفد عدد الطلاق وتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد أن يطعها. أما إذا لم يكن نوى الطلاق وإنما نوى منع زوجته من الذهاب فذهبت، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم على قولين. منهم من قال إنه يقع الطلاق كالحالة الأولى أنه طلاق معلق فيقع، ومنهم من يقول لا، إن هذا يجري مجرى اليمين لأنه لم ينو به إيقاع الطلاق وإنما نوى به منع زوجته من الذهاب كما لو حلف عليها بالله. قد قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني شرع لكم الكفارة في أيمانكم، وهذا من الأيمان، فيكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهذا يمين فيدخل في هذا العموم. وهذا هو الراجح، أنه إذا نوى منع زوجته من الذهاب ولم ينوي إيقاع الطلاق وذهبت أنه يكون يمينا يحنث فيها وتجب عليه كفارة اليمين. وعلى كل حال، مع هذا كله،
نوصي ونكرر بأن لا يجعل الزوج الطلاق على لسانه ويتساهل فيه، ثم بعد ذلك يقع في الحرج ويلتمس المخارج ويحرج المفتين في أمره. الله الموفق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا بتوقيع مستمع يقول محمد مين باء، يسأل ويقول: أصبت بمرض منذ 5 سنوات، وبسبب مرضي صرت أتعب في تأدية الصلاة، وبناء عليه فقد تركت الصلاة مدة تزيد على السنة، فماذا يجب علي؟ هل يجب القضاء أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. أصبت بمرض منذ 5 سنوات، وبسبب مرضي صرت أتعب في تأدية الصلاة، وبناء عليه فقد تركت الصلاة مدة تزيد على السنة، فماذا يجب علي؟ هل يجب القضاء أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الصلاة لا تسقط على المسلم بحال ما دام عقله ثابتا، لكنه يصليها على حسب استطاعته. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، المريض يصلي على حسب حاله وحسب ما يقدر عليه. قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. دل هذا على أن المريض يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة. وإن كان يستطيع تطهر بالماء فإنه يتوضأ بالماء من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر بالماء. وإذا كان لا يستطيع استعمال الماء ما لعجزه عن ذلك أو مرضه فإنه يتيمم بالتراب. قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر من جملة المعذورين المرضى إذا كان يشق عليهم استعمال الماء ويضرهم فإنهم يتيممون بالصعيد، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. وإذا استعمل المريض هذه الرخص الشرعية لم تشق عليه الصلاة ولا يجوز له تركها. صلي على حسب حاله، صلي على فراشه قائما أو قاعدا أو على جنب، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع، يعني يومئ برأسه بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، كما جاء في الأحاديث. تركك الصلاة هذه المدة أو أقل منها أو أكثر غلط كبير، وبناء على ذلك يجب عليك قضاء صلوات سنة تقضيها بالترتيب، اليوم الأول والذي بعده والذي بعده، إلى أن تخلص كل فرض قبل الذي بعده من الصلوات الخمس. وإذا وزعتها على فترات تصلي في كل فترة ما تيسر من الأيام، ثم في الفترة الثانية تصلي، وكذلك الثالثة، وهكذا حتى تنتهي السنة، فلا بأس بذلك. المهم أنه يجب عليك القضاء، وأنت مخطئ في تركك الصلاة، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة نوصي المرضى شفاهم الله ومن عليهم بالشفاء والعافية، نوصيهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى أن يؤدوا الصلاة على حسب استطاعتهم، وهم على فرشهم أو على أسرتهم حسب ما يستطيعون، ولا يتركوا الصلاة تفوت تخرج عن وقتها أو يؤجلونها، أو يقولون: إذا شفينا اغتسلنا، أو إذا شفينا توضأنا وصلينا. هذا جهل. وحتى لو كان على المريض ثياب نجسة وهو لا يستطيع خلعها وإزالتها واستبدالها بثياب طاهرة، فإنه يصلي فيها ولو كانت نجسة ولا يعيد الصلاة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا منتهى استطاعته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، من الملاحظ أن الصلاة تقضى في أحيان، وأحيان يقال لمن سأل مثل هذا السؤال: لا تقضي، وما فات تكفره التوبة. هل من توجيه وتفريق بين الأمرين؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هناك فرق بين من تركها غير عذر متعمدا، فهذا إذا كان معترفا بوجوبها الصحيح أنه يكفر بتركها، ولذلك إذا تاب دخل في الإسلام من جديد فلا يقضي ما تركه الزمان الماضي لأنه لم يكن على الإسلام، بخلاف المريض الذي تركها غير متعمد لتركها، وإنما تركها ظنا منه أنه معذور وأنه يؤخرها إلى أن يشفى. هذا جاهل معذور بالجهل، ولكن يعيد الصلاة أو يقضي الصلاة التي تركها. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إذا ما كان على الإنسان قضاء، هل يصلي مثلا الظهر مع الظهر الفائت، والفجر مع الفجر الفائت،
وهكذا، أم لا داعي لمثل هذا؟ هذا لا يجوز، وإن كان كثير من العوام يظنونه أنه مشروع وأنه يصلي كل صلاة مع نظيرته، هذا غلط وجهل. صلاة تقضى فورا، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يقل يؤخرها إلى أن تأتي الصلاة التي تشابهها. فقضاء الفوائد على الفور في أي وقت كان، في أي وقت كان، حتى ولو في وقت النهي، لأن المقضية لا يمنع قضاؤها في وقت النهي، بقوله صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها. هذا عام لجميع الأوقات. نعم، جزاكم الله خيرا. كيف يكون قضاؤه لتلك الصلوات شيخ صالح؟ يقول إنه تركها لمدة سنة، وحينئذ هل السنة بالميلادي أو بالهجري أو كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ السنة 12 شهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، تكون بالشهر الهلالي، تكون بالشهر الهلالي الذي هو الهجري، الذي هو الهجري والذي نزل به القرآن: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، الله علق الأحكام الشرعية بالأهلة. طيب، إذا رأيتم الهلال فصوموا، فإذا رأيتموه فأفطروا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب، فالعبادات معلقة بالأهلة وهي السنة القمرية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسبب المرض يذهب بأهلي إلى المشعوذين الذين يداوون الناس بكلام لا يقرأ، فيذهبون بي رغما عني ولا أستطيع منعهم، فهل إذا ذهبوا بي أكون آثما وأنا غير مستطيع؟ المشعوذ إما ساحر وإما كاهن وإما عراف، وكل هؤلاء لا يجوز التداوي عندهم، لأن فعلهم هذا كفر، سحر كفر، والكهانة أيضا ادعاء علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهي إما ادعاء لعلم الغيب وإما استهانة بالشياطين والجن، كفرة الجن، وهذا أمر لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والتعاويذ الشركية كفر بالله، يخرج من الملة. إذا استعمل التعاويذ التي هي استعانة بالجن الشياطين، استغاثة بهم أو بالأموات، أو استغاثة في الخلق أو المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو فيها كلام لا يعرف معناه، أو أسماء مجهولة، أو حروف مقطعة، كل هذا من الشعوذة ومن الكهانة والشرك بالله عز وجل، وقد يكون هذا من باب التنجيم. كل هذه الأمور أمور كفرية، لا يجوز للمسلمين أن يصدقوها، ولا أن يصدقوا من يقول بها، ولا أن يذهبوا إليه. والتداوي إنما يكون بالأمور المشروعة، بالرقية بكتاب الله وبالأدعية المشروعة التي تتضمن التوحيد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر ويشفي المرضى. قد جعل الله في القرآن شفاء، وجعله وأمر بدعائه سبحانه وتعالى، ووعد بالاستجابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي المرضى، يعني يقرأ عليهم من كتاب الله عز وجل وينفث عليهم. هذا هو العلاج المشروع في الرقية، وكذلك العلاج بالأدوية المباحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع بني آدم، وجعل فيها شفاء للتجربة وعلم الطب، وجد فيها الشفاء بإذن الله. هذه أدوية مباحة، قد قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. تداوي بالمحرم حرام، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا. فالتداوي عند من يرقي بالرقية الشرعية أمر مباح وأمر مطلوب، وكذلك التداوي بالأدوية المباحة الطبية. قد تقدم الطب ولله الحمد، وهو علم نافع، وتوفرت الأدوية في الصيدليات، فلا حاجة إلى الذهاب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. قد أغنى الله المسلمين بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، قد جعل الله الشفاء فيما أباح ولم يجعله فيما حرم. الحاصل أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين تداوي عنده، والمريض يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى ويستعمل الأسباب
المباح، ولا يجوز له أن يطيع من يذهبون به إلى السحرة والكهان والمشعوذين، لا يطيعهم، بل يمتنع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يقول: معي سيارة وأريد أن أبيعها، وأعلم أن فيها خلل خفي، وسألني الذي يريد أن يشتريها: هل تعلم بها شيئا؟ قلت: هذه السيارة أمامك، جربها إن عرفتها، ولم أخبره بشيء عنها، فما رأيكم في ذلكم البيع؟ جزاكم الله خيرا. هذا البيع غير صحيح، ما دمت أنك تعلم أن في السيارة عيبا خفيا لا يعلم به المشتري، فلا بد أن تبينه له، فإن لم تبينه له كان هذا من التدليس والغش. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدق وبين أورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. إذا كنت تعلم عيبا في السلعة وجب عليك أن تبينه للمشتري، والصدق كله خير، والثمن الذي يأتي مع الصدق يكون فيه بركة، والثمن الذي يأتي مع الكذب يكون فيه شر وسحت. جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان هذه رسالة بعث بها مستمع يقول: المرشد مروان، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا صليت خلف إمام يقنط دائما في صلاة الفجر، هل أقنط معه؟ وهل أرفع يدي بالدعاء؟ القنوت في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات إنما يشرع في وقت النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة كحصار عدو حاصر بلدهم، أو حصل وباء نزل بالمسلمين من الأوبئة الفتاكة غير الطاعون كما يقول الفقهاء، فإنه يستحب القنوت في كل صلاة، بأن يدعو بعد الرفع من الركوع الأخير في الركعة الأخيرة، يدعو الله سبحانه وتعالى برفع هذا البلاء الذي نزل بالمسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وقت النوازل، فإنه صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على أناس من الكفار آذوا المسلمين وضيقوا على المسلمين، كما قنت صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يدعو للمستضعفين من المسلمين، فقد قنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم، فدل هذا على مشروعية القنوت عند النوازل. أما القنوت بصفة مستمرة في غير النوازل، هذا وإن قال به من قال من الأئمة إلا أنه غير مشروع، إلا أنه على الحقيقة غير مشروع، وإن قال به من قال من الأئمة فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجتهد قد يجتهد ويخطئ، كما أنه قد يجتهد ويصيب، إذا أصاب له أجر وإذا أخطأ له أجر، ولكن ليس لنا أن نتابعه على الخطأ. فقنوت الفجر، قنوت في صلاة الفجر بصلاة مستمرة، هذا غير مشروع عند جماهير أهل العلم وعند المحققين، وهو الصحيح. وإذا صليت مع من يقنط بناء على هذا المذهب فإنك لا تتابعه في القنوت، وإنما تقف وتكرر قول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تكرر هذا الدعاء الذي يقال في حالة الرفع من الركوع إلى أن يسجد الإمام فتسجد معه، ولكن تكرر هذا سرا، تكرره سرا بينك وبين نفسك، ولا تتابع الإمام على هذا القنوت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم.